يا حظي ان شاء الله يطلع شي راكس. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا شباب، رجعت لكم بفيديو جديد من لعبة مورتال كومبات 11. بهذا الفيديو راح اعمل تحدي شفته منكم بالتعليقات، اللي هو تحدي الراندوم سيليكت مع مؤشر خفي، اختيار عشوائي وما بشوف مين اللاعب هيك لتطلع اللودينج سكرين او لفوت على المباراة. ما بعرف شلون راح يزبط معي هذا الفيديو، ولكن خلينا نبدأ. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، شوف شو بيطلع معنا. جوينينج يا حجي. افوغاتو، عنا افوغاتو، تعال لك افوغاتو. هاي الهيدن كروسر، وهاي الراندوم سيليكت. شعور زبالة. انا مين يا محلى الراندوم سيليكت؟ على الاقل بتعرف مين الشخصية. هلا بنعرف. كيج دريج ميمي تايم، هذا شو اسمه؟ جوني كيج. بس ليك يا زلمة، حتى الفاريشن ماله ظابط، ما بعرف يلعب بهذا الفاريشن. اهلين، نعتمد على الحركات الاساسية. حلو، اي ضروب صحة. حلو، اعطي. ما بعرفون هدول السبيشال اتاكس شلون ندبرها. يلا على الاساسي معلم، على الاساسي. فلت ايه، لا اوعى. حلو، ليخو، اوعى. اوكي بس بده يمسك، اعطي. ايه ضرب ضرب ضرب. اه والله ضرب له معلم، اكلنا كومبو كامل، يعطيك العافية. ايه اوش، صلي على النبي. تعال هات لك هالمسكة، حلق ابو الجواكير. ما حزرت. انو وحدة بتضرب زونينج عنده؟ في الاساسية، يمكن انا كبست اللي ما له اساسية. تعال نشوف. حلو والله، حركة جميلة. استار لك يا عمي جوني كيج، هذا عم بحكي له. بسم الله. تعال، ها ورا قدام مثلث الاساسية. اوعى لهله. طول بالك، هذا اذا مسكنا بالكومبو منحلق يعني. اوعى، الله ستر، ما اكلنا تحت مثلث. ابر كات، يا سلام عليك. اوعى كان رفسة، رجع لك شبه صحة. خليك بالزاوية، خليه. ايه يا الله، راح الحنك والفك السفلي. طول بالك، طول بالك، حلقنا. ما حزرت، خودي. وقف يا عيني عليك. اوعى، تعا يا حبيبي تعا، حلق خالص ولا بزيد نكشة؟ بزيد نكشة. خود وحدة تانية، وحدة تانية. ما راح خليك تقرب لعندي. ايوه حلال عليك، اعطيها ابو الجنانين. مالي شايفه هاي قبل. لك ما اغرزه. لا لا لا، كملت غلاصتك وسألتك بهالفرنشيب. اخذ دور الجوكر هيك. نعيد بس بدنا نبدل لاعب. تعا هيدن كروسا راندوم سيليكت، حتى الفاريشن ما بتبين. اخذ لنا سكوربيون. والله مين مين هلا ببين معنا من اللودينج سكرين. هايبرني دايف بامب، هي على الاغلب شو كان اسمها؟ لك هي المقاتلة بنته لجاكس. ايه هي هي، والله نسيت. جاكي بريكس هي، انا بالاصل ما بعرف العب بحركاتها ابدا، ما بعرف غير مربع مربع قدام اكس. طول بالك، وفي كمان ورا قدام مثلث بتزكى. ايه ايه، صلي على النبي حجي. لا 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 تعلقي، لا تعلقي، يعطيك العافية. ما حزرت، يعني كل اللاعبين حركة البريك اوي نفسها. لحظة، طيب اوكي حلق. اوعى، حلو، ما عم نعرف نكمل كومبو. لا لك لا تعلي، لا تعلي.
في امل رجعه. طيش حليق لفوق. اوعى تحالي منجيبه كراشنج معلم. بعرف هاي اذا تضرب من اخر مستوى حلو. لغا. والله كم باك يا حجي. شربنا البلاست. تمام. في عنده ورا قدام دائرة بهذا الفرييشن. لا رحنا على السلسلة بايدينا ورجلينا. ويا سلام على التقطيع. يا سلام على التعليق. يحرق ديبة هالحركة. خود وين الكراشينك؟ تعا هاي هي. هاي الورق قدام دائرة. اوعى تعال هاي بانش. حلق لفوق. حلو حلا. اوعى اك حاجة تلعب هيك. ما راح تجيبني بالرمح. اوعى طول بالا. ايه 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 دير بالك دير بالك. ممكن نرجع. اوع ممكن مو ممكن. تعا مسكه معلم مسكه. اوع رحنا كومبو. حلقنا حلقنا. تعا حبيبي تعا. اوع لك حاج عقدتني وانا عم صد. بس لو اعرف شلون كم علي قدام اكس. لا لا ايوه والله حلو هيك لعب تقطيع معلم بلا شو اسمه سبيشال اتاك. اوعى حلو. هي لحالها بوكساتها بتوجع الراس. بدك نكشه يا حرام. نكشه نكشة. سلم على الحجة. والله فعلتها فوزين. حلو ما توقعت والله خصوصي بهي اللعبة. يعني ما بعرف العب فيها بنوب. طلع ما قدر يتحمل. طلع طلع. فرصه 72%. والله مكترون لك حجي. تعا خدلنا ابو الكبابيل. وهي راندوم سيليكت. اذا انا عفوت بالحيط كيف الخصم؟ اذا في ارواح بالقصة هذا تشانغ سونغ معلم. كلها سول ويل وسكاتر سولز. بس هذا الفاريشن كمان ما بعرفه. ما بعرف عنه شي بنوب. يمكن هذا الفرييشن الثالث. انا ما بعرف العب غير بفرييشن النينجا. تعال الله يخلينا المسكة شوي الحركة. اوعى كمان تعال. ما بنعرف غير حركة المسكة. حطهم على السريع. اوعى والله ابن حلال الزلمة. اوعى اه ما في كأنه شايلين تحت ورا اكس. فوق دائرة ما عم بينط لفوق. هاي حركة الاوفر هيد ما عم تطلع. ايه طول بالك طول بالك. حلو هاي سول ستيل منصير نحنا كابان. اوعى لهلا عملنا ويك اب. راحت الامعاء راحت الامعاء. اوعى والله هيئته مو هيئته. خذ فايت. تعا تعا لقينا حركة تانية نجرب عليك. الله يخلينا المسكات. رجعنا الدمات ولا هي ما بترجع دمهم؟ حلو هاي مع امبليفاي. والله حلوة هالحركة. ما في ولا حركة معلم. تعال احكي لك شو عم فوز عليه؟ طول بالك. تعا. اوعى. يا اخي الى هيبة. ما يمكن بفكروك خاتم اللعبة بالمقلوب وبخافوا ما تعرفوا يلعبوا. يلا.
اوه طول بالك. لهلا ما طلع لي ولا فارييشن او لاعب بعرف العب. تعال. بتذكر كم حركة عند كابال بس هدول هن. يا عيني صار فيها كابال وما بعرف مين. لك خليك كابال شوي. شو عم يعمل تيباك؟ ليش عم تعمل تيباك؟ تعال. هات روحك. كيف ضاح عين هالفارييشن. هاتا. تعال نعمل لك دورة مع ابو الكبابي. يا حرام. لا 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 يعني وصلنا على الفيتال بلو. الفيتال بلو تبعه بتجي من ورا. يا حوينتا. واه كنت اخذته. لقد فنشنا. اوكي. حرام اني خسرها. كان لازم اتوقع انه راح يعمل فيتال بلو. صد له اياها بعدين اضربه فيتال بلو. لحظة لا لا عملت راندوم سيلكت بدون الهيدن كرسر كرسر مدري شو اسمه. يلا يا حظي. مين يا ترى مين؟ اوربتنج هات. هذا كونغ لاو معلم. كمان هاي الفاريشن ما بعرفها. لك صعب بيطلع لي لاعب بيعرف يلعب فيه شوي عم تطلع الفاريشن ما بعرف يلعب فيها. بس مرة يا شباب بس هيك مرة تزبط معنا. اوعى اوعى اتبهدل. بتذكر عنده قدام دايرة. الحركة الوحيد تحت قدام مربع. شو عنده كمان حركات؟ اوعى حلقنا. تعال. ما عم بيمشي الحال والله. ها هاي قدام مثلث مربع. حلق على الفرامة. يلا منيح هيك عم بعرف مين اللعيبة اللي ما بعرف العب فيه. تعال. هي بحسها كمان من اغرز المسكات باللعبة. هي بتذكر لها تكميلة وبتعمل كراشنج بلو بس كمان نسيانه. صحة لك صحة وعوافي معها. ريته صحة وهنا. حطه على الفرامة. ارجينا الحركات. مربع مثلث اوربتنج هات. هي تحت دائرة. رائعة تحت دائرة. لا عملتها بكير كتير هيك. ايوه هاي هي اغرس حركة. شو بتضايق منها وقتها بنضربها. اوعى بلشت ملامح الكومبو توضح. كنا كراشنج بلو. اي والله ان اجت بانش. خلاص مرة واحدة الحمد لله. منيح ما بتتاكل بانش اكتر من مرة. ايوه هاي اغرس حركة عنده. عرفتها قدام مربع هاي. ايوه اوعى. تعال حبيبي تعال. هاي امتى بتعمل كراشنج بلو؟ والله نسيان. اوعى والله ظريفة الشخصية. ما بينضرب مربع مربع اكتر من مرة. يا حيف خالص الاخ كأنه ما لسه. تعال نحط له هاي بركي بينضرب فيها. بتروح عند الضربة. سلمنا على الحجة وتعال لعبك على القطار معلي. قطار شي حلو هيك على كيفك. اخضر احمر اصفر برتقالي. طلع بس احمر وازرق. لا هي كبيرة معلم كبيرة. صراحة مباراتين مباراتين. السلام عليكم. توب كيس. ليك مين اخذ لنا؟ الدبورة. يا حظي. ان شاء الله يطلع شي راكس. كمان الفيديو جاي بنعمل راندوم سيلكت للستيج. اهلين هذا ريدي بس حاطين له حركة الكرنت بدون الشحن.
هيك شو استفدنا؟ يعني ما فيني اعمل كومبو طويل لانه ماله مشحون الحجي ريدي. يعطيك العافية. هيك ما منيحة القصة بنوب والله. تعال هي لازم تكون مشحونة حتى تعمل له بوب اب. هيك ما استفدنا شيء. نحاول كمان. مالي مظبطهم. شو عنده؟ اوكي اوعى طلعنا من الزاوية. تعال حبيبي تعال. فوت على الجواني يا عيني عليك. اوعى لو شلون ما اكلنا بنش. يا حرام والله حرام اخسرها يا زلمة. قربنا ناخذها كنا. اوعى دير بالك دير بالك منه غدار هذا عم بيعمل لي فوق وتحت. ايوه ويك اب اتاك. ايه هالاسلوب عن ديفورا شو بكرهه. شو ما لقطاك شو ما لقطه. حلو خود احلى كراشينج تخدم شواربك. خليك انت جوا لك حاجه تنط لفوق. حاجه تنط. لا اله الا الله. طيب مثل ما بدك. لك ايه خلونا نشوفه. قد نكون خسرنا المعركة لكن لم نخسر الحرب. طول بالك ابو الدفافير انت شايلك. خليك على ديفورا. يا حظي يا حظي. ايه ها سونيا بليد معلي. ان شاء الله لكم. لا متذكر حركات سونيا ولو. بسم الله. لعبك بلعبة ما عرف نلعب فيها. لا شوف شو بده يصير فيك باذن الله. اوعى تعال. صحة. حلو دير بالك منه. بيغدر هذا بيغدر. عم بيضربني اوفر هيد. قدام بيعمل لي لو وبيسحب تحتي. خو حلو. سلم على العداد سلم على العداد. عداد اكتار على فكرة. حلق العداد تبعه. اوعى دير بالك دير بالك. بيخدور هذا بيخدور. شو معلم وين اللعب؟ وين ديفورا والمكسات؟ صحة. يا عيني عليك. ايه الغي الغي والله كان راح نصعد دادا. خود خود ليخو ليخو. راح العداد راح. سلم على الحجة. خليك جوا خليك والله ما تنفس. اوعى لحظة هذا استلم هيئته. طول بالك طول بالك. بلشت غلاظة ديفورا. هيك نعمها راح العداد. اوعى اوعى طول بالك. اعطينا ويك اب اتاك ورح نزلك على المغطس من نفس اللون. يلا ام صابون. يا عيني يا عيني. ها فشت الخلق فشت الخلق. حتى من جوا خضرة. يلا على الفاصلة. يلا جاكرت من الميكسات. لك خليك. ما اقدر يتحمل يا اخي. ما عم بقدر. شو ساوي طيب انا؟ لو يا شلونكم وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى انه يكون عجبكم هذا التحدي. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. خلونا نصعد 20,000 يا شباب. ودعموني بباقي الفيديوهات بسلسلة فلاش جيمينج. عم نزل فيها اخبار. شدوا معيدكم معلم. راح احط لكم الفيديوهين اللي عملتهم هنن لحد الان فيديوهين. بليز معلم فوت شوف الفيديو وطج لنا لايك مشان ينتشر خارج القناه كمان. كان معكم وسيم من جيمر اوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.